تقرر وجودها في الحقيقة؟ لماذا وجدت النهضة؟ بدأت أرتب أموري للسفر إلى ألبانيا. ما الذي كان يعجبني في ألبانيا؟ ما هي صورتي عن ألبانيا في ذلك الوقت؟ إلا أنه بلد متمرد، يعني يقود التمرد على الغرب، ومن استمر في تمرده، وأنا كنت من بين هؤلاء الذين استمروا في التمرد. فيش قاعد تمخور وتشم يا كبدي يا خويا، تي وين نمشي بيه هالشي هذايا؟ كان عنده غباء سياسي، مش خطيه السياسة. ما الذي كان يعجبني في ألبانيا؟ ما هي صورتي عن ألبانيا في ذلك الوقت؟ إلا أنه بلد متمرد، يعني يقود التمرد على الغرب، ومن استمر في تمرده، وأنا كنت من بين هؤلاء الذين استمروا في التمرد. ويلزم العبيد ينصبوا شوية غبرة على كتافهم ويفيقوا له السيد هذا فاش قاعد يحكي. كان عنده غباء سياسي، مش خطيه السياسة. نعم نعم.